الله الرحمن الرحيم. عسلامتكم يا توانسة. بطلب من هيكل الحزب الدستوري الحر والمتعاطفين والمساندين والمتابعين لتحركات ومواقف حزبنا، اليوم نعملوا هالفيديو هذايا على اثر اجتماع للقيادة العليا للحزب، ناولنا فيه مختلف المواقف ومختلف التحركات المقبلة اللي نظمها الحزب الدستوري الحر في إطار نضالاته ضد ما يسمى بهيئة الحقيقة والكرامة، وأيضا لإعلامكم بآخر التطورات في مجال التقاضي في هذا الموضوع. طبعا نبدأ بالقضية الاستعجالية اللي ناس الكل البارح قاعدة تستنى في تصريح بالحكم، اللي هي كانت جلسة 5 ديسمبر 2018، وكما شفتوا كما نشرنا لكم فريق الدفاع تحول إلى المحكمة ورفعنا في هذه القضية في غياب هيئة الحقيقة والكرامة. وقتها جاهلوا القضية وما جاوش وما حضروش، رغم أنه وسائل الإعلام أعلنت عليها، العدل المنفذ وصل لهم إلى مكتب الضبط اللي هي يعني من المفروض باش توصل للإدارة نتاعهم، ما حضروش. ونحب هنا نشير النقطة أنه فريق الدفاع أكد على السيد القاضي أنه يحجز القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة وقتها، باعتبار أنه الضد ما حضرش وما فماش موجب، وإحنا في قضاء استعجالي ما فماش موجب للتأخير. لكن السيد القاضي ارتأى أنه أجلها 5 ديسمبر للتصريح المفاوضة والتصريح بالحكم. اغتنمت هيئة الحقيقة والكرامة هذه الفرصة اللي تمنحت لها في تأخير القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، وجيت طبعا من غير ما علمتنا، من غير ما عرضت علينا أعلام نيابة، ربما لأنه في المجال الاستعجالي تقولك غير ضروري، لكن كان جاءوا ناس تحترم أنفسها تعلم يعني أن هي باش تقوم بطلب في حل المفاوضة، وكلفوا محامية وطلبوا تأخير القضية، والمحكمة أخرت القضية ليوم 12 ديسمبر 2018 باش هيئة الحقيقة والكرامة تتفضل وتتكرم وتحضر وتقدم دفعاتها، وطبعا ستعاد المرافعات على ضوء ما ستأتي به هذه الهيئة. يعني خلافا اللي صدر البارح في وسائل الإعلام، وإحنا ما حبيناش نتسرعوا إلى حين أنه ناخذوا المعلومة الصحيحة من كتابة المحكمة، ما هيش 12 ديسمبر تصريح بالحكم، راهي 12 ديسمبر باش نعاودوا نرافعوا في القضية، لأنه هيئة الحقيقة والكرامة تداركت الغياب متاعها وكلفت محامي وطلبت حل التأمل باش تقدم دفعاتها، وتو نشوفوا شنو اللي باش تقدم. وطبعا احنا الكل نعرفوا انه هذا يندرج في اطار ربح الوقت، لانه 12 ديسمبر ماهوش بعيد ياسر على الاجل اللي هي قالت انه باش تنهي فيه اعمالها وباش تعمل فيه الندوات نتاعها. كيما زاد جاء في البلاغ اللي اصدرناه هذا الصباح، الشكاية اللي تقدمنا بها ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على معنى الفصل 96 باعتبار تخاذل الحكومة في التصدي لهذه الهيئة وفي اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء أعمالها في أجل 31 مايو 2018، اليوم شفنا أنه النيابة العمومية أحالت هذا الملف إلى الشرطة العدلية بمنطقة المدينة لسماع العارض. سماع العارض يعني اللي سمعنا احنا، ولهنا نحب نفتح قوس على شكاية اللي احنا رافعينها ضد تنظيم الإخوان منذ 16 مايو 2018 في موضوع ظلوحهم في تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر. وكان تتذكروا وقتها الأبحاث دامت في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب أكثر من 8 ساعات في مناسبة أولى وأكثر من 5 ساعات في مناسبة ثانية، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى النيابة العمومية بقطب مكافحة الإرهاب. والأستاذ كريم كريفة كيف مشى يتابع في هذا الملف يقول له ألا غالب احنا لاهين بجماعة الإيقاف، مناش لاهين بجماعة السراح، وأنا باش ننظروا في الملف باش نعاودوا نرجعوه لسماع المشتكين. كيف الملف هذايا يقول لك منطقة المدينة لسماع الشاكي؟ في الحقيقة وأنا كمحامية وتناقشنا كلجنة قانونية في هذه الإجراءات، حقيقة ماهيش هذه الإجراءات اللي كانت تتخذ وقت اللي يلزم القضاء باش يتحرك في قضية ويحب يميت اللثام على جرائم خطيرة تهم الأمن العام وتهم الرأي العام الوطني. يعني هذه نمشي وسماع العارض ومن بعد نعود نرجعوا للنيابة، ومن بعد النيابة تقعد أشهر ومن بعد أشهر أصدق شنو اللي باش يقرر، هذه ماهوش هذه التوجه اللي كان معمول به واللي نعرفوه الناس الكل. نعرفوا أن النيابة العمومية
تاخو يعني قرارها، يا اما تحيل للبحث، وكي تقول البحث تسمع الشاكي والمشتكي به، ويقع معناها لم كل الجمع كل المؤيدات والحجج، وربما وقتها ترجع للنيابه كيف ترى انه فما جديه تفتح تحقيق، والا في القضايا هذه الخطيره مباشره يتم فتح تحقيقات. هالاجراءات هذه اللي توا ولينا نراو فيها، ولينا نحسوا وكاني هاوكا باش ما تقولش ما حلينا لكمش ملفاتكم، لكن هاوكا نمطوا وهاوكا هنا حلينا، وهاو الامن ما متعهد، وهاو النيابه باش تبت، وهاو عندنا برشا خدمه، وهاو لاهين بالموقوفين مش بالسراح. فما معناها شيء من المماطله والتطويل في الاجراءات القضائيه، وكانه معناها ما نحبوش نحسموا في هذه المواضيع من حيث وجود ايدينا من عدمه. وفي الاثناء كما تعرفوا انتم التنظيمات هذه المشتكى بها تواصل الاعمال نتاعها وكان شيئا لا يكن، وقت اللي تخشش في البلاتوات تقول لك هاكا قدام كبير وكي جمهوريه وتفضل امشي للقضاء، وكاني عندها ضمانات انه الموضوع باش يطويل حتى لين هي توصل للحكم في 2019، ووقتها يكون عندها الإمكانية تدفنش باش تدفن، ومعناها تحفظش باش تحفظ، وربما تنتقم من كل من اشتكى بها. هذا احنا نقولوه من باب ملاحظة عامة، من واجبنا ان نقولوها للمواطن التونسي باش يفهم شنو هالحكاية هذه نتاع هاو سماع الشاكي، هاو رجع نيابة، هاو اجراءات، وحنا نتبعو طبعا نتبعوا في إطار احترامنا للمنظومة القضائية واحترامنا لقوانين البلاد، رغم طبعا رفضنا لهذه المنظومة بكل ما فيها. بالنسبة للشكاية العريضة اللي تقدمنا بها لإلغاء القرار الإطاري اللي عملته هذه الهيئة باش تعوض به ما تقول هي واللي تسميهم هي الضحايا، القرار اللي تتذكروا حكينا فيه في الندوة الصحفية اللي هو يضبط المقاييس نتاع التعويض، كل واحد قداش باش ياخو وقداش باش ياخو من نقطة على كل يعني انتهاك هو يدعيه، وكل نقطة نتاع انتهاك قداش تسوى فلوس، والفلوس هذه باش تكون صبرة واحدة ولا تكون بالتقسيط، والمواضيع هذه الكل، فضلا طبعا على طلب الاعتذار من رئاسة الجمهورية اللي هما طالبينه. واللي هنا نحب نلاحظ لكم انهم هما في ظهورهم وخاصة ظهور رئيسة هيئتهم تجنبت الخوض في تلك المواضيع، قاعدة تحكي على التعويضات، وقاعدة تحكي على طريقة يعني التعويض والنسب والنقاط، وخاصة قاعدة تحكي انه ما يهمكمش راه مش من ميزانية الدولة، راه فما دول باش تدفع. وكي سألت المذيعة سألتها قالت لها شكون هم الدول، فضلت انها ما تقولش اسماء الدول، وقالت لعل نذكر شي اسم دولة وتطلع دولة اخرى باش تدفع الفلوس. وهذا يسبق انه حذرنا من خطورة انتهاك السيادة الوطنية، انه ناس يدعيوا انهم ناضلوا من اجل مصلحة البلاد اليوم يمدوا يديهم باش ياخذوا فلوس من الخارج. وتوا متابعتنا لمجلس نواب الشعب في الساعات القليلة الفارطة شفنا طبعا مهزلة اخرى من المهازل اللي يشهدها هذا المجلس، باعتبار انه فما كتل نيابيه فاقت توا مخر بعد ما اعطيناها كل يعني الادله وكل المفاتيح باش تتصدى لهذه الهيئه في وقتها، وقتها كانوا في التوافق وكانوا في العسل نتاع التوافق ما استجابوش. اليوم فما شكون طلب انه صندوق الكرامه يقع حذفه، فما شكون طلب انه يقع تجميد مساهمه الدوله في هذا الصندوق، وفي الاخر في الفوت شوفوها جاوا ضد بعضهم. يعني شيء مؤسف، حزب اللي هو ترشق لبرشا احزاب وبرشا كتل جاوا ضد بعضهم، وفي الاخر هذوما صوتوا والاخرين احتفظوا، والتنظيم المستفيد ديما يهبط اون بلوك، وبالتالي هو ربح الموضوع وما تمش حذف صندوق الكرامة. وفي التصويت الاخر نتاع تجميد مساهمه الدوله اليوم يقولوا مش باش ناخذوا من الميزانيه، هما ديجا خذوا من الميزانيه وفلسوا الصناديق وفلسوا الخزينه، لكن مازالوا طالبين ورصدوا لهم في مشروع ميزانية 2019 مبالغ لتمويل هذا الصندوق. لهنا إذا كان المعلومة اللي نقلتها وسائل الإعلام صحيحة، أنه الطرف اللي احتفظ بصوته باش ما يقعش يعني تجميد مساهمة الدولة هو نائب عن الجبهة الشعبية. إذا كان المعلومة هذه صحيحة
انتم تنجموا تفهموا برشا حاجات وتنجموا تفهموا وتحلوا ما وراء هذا الخبر. يعني وقت اللي نضفوا توصل لمواصلها فما ناس عندها مصالح مشتركة وبطريقة أو بأخرى يوصلوا أنه المشروع هذايا بتاع التعويضات ومتاع أنه ناس تاخو من خزينة الدولة وتاخو من خارج وتاخو من الهبات فما برشا ناس باش تنتفع منه. إذن احنا كيف ما قلنا القرار هذايا بتاع التعويضات تقدمنا للمحكمة الإدارية بقضية طالبين إلغاؤه، وباش يعرف المواطن التونسي إلغاؤه يعني إذا كان المحكمة تقضي بإلغاء هذا القرار لا يقع تنفيذه وما ينجموش يستعملوه في التعويضات اللي يحبوا يعطيوها للمواطن. وبالتالي القضية هذه مهمة ومهمة جدا وما تمش عليها تسليط الأضواء بالقدر الكافي من طرف وسائل الإعلام ومرت مرور الكرام، في حين أنه اليوم الكرة في ملعب المحكمة الإدارية لتنقذ خزينة الدولة وتنقذ السيادة الوطنية وتنقذ قوت المواطن التونسي من تعويضات ومن أموال تعتبر إهدار للناس اللي متاع المفرق ومتاع هزان السلاح ومتاع سليمان ومتاع القرضاوي ومتاع الإرهاب ومتاع التنظيم السري اللي يحكيوا عليه الناس الكل في هذه الفترة. بخلاف قضية الإلغاء، لأنه نعرف قضية الإلغاء تاخو وقت، تقدمنا بمطلب في إيقاف التنفيذ. هذا قدمناه راهو من نهار 26 نوفمبر وقت اللي عملنا الندوة الصحفية. كيف ما خذاش حظه في وسائل الإعلام، اليوم الكرة بملعب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية اللي بإمكانه إذا كان فما غيرة على المال العام وعلى السيادة الوطنية وعلى قوت المواطن وعلى الرغبة العامة متاع الشعب التونسي أنه يقف تنفيذ هذا القرار اللي عملته الهيئة واللي باش تقسم فيه الغنائم على الخوانجية وبعض معناها الأطراف السياسية الأخرى اللي يدعيوا هالنضال، وتنجم يقف التنفيذ في انتظار أنه أثبت المحكمة في القضية الأصلية متاع الإلغاء، وبالتالي الأثر السيء للقرار هذيك يتنحى والسيف المسلط على التوانسة يتنحى. ولهنا الناس الكل يلزمها تتحدث على هذه القضايا، وإن شاء الله يكون القضاء الإداري في مستوى هذه المسؤولية وهذا الحدث وينصف الشعب التونسي، مش ينصف الحزب الدستوري، باش ينصف الشعب التونسي والخزينة العامة والسيادة الوطنية. كيف أعلننا احنا وقت اللي قلنا على جملة تحركاتنا ضد هذه الهيئة واللي قلناها الكل وفينا به، عملنا مراسلة للمجلس الأعلى للقضاء وطلبنا منه أنه تقف مهزلة قبول الملفات لدى الدوائر المتخصصة خارج الأجال القانونية. عملنا مراسلة لهيئة المحامين وطلبنا أنه الهيئة والعمادة تعقد جلسة عامة استثنائية بالمحامين وتصدر موقف مندد بالانتهاكات اللي قاعدة تقوم بها هذه الهيئة. المراسلة لرئيس الجمهورية باش توصلوا في الساعات القليلة المقبلة لمنع هذا التيار متاع الدفع الفلوس هذه اللي باش تجي من الخارج وبالعملة الصعبة لتعويض هؤلاء. وأيضا كنا وعدنا بتنظيم اعتصام، وقلنا أنه الهيئة هذه اللي هي قالت أنه باش تعمل ندوة دولية ضخمة وقالت اللي مرصودت لها يعني مليارات ويظهر لي صحيح اللي رصدين لها مليارات، هذه لابيل دوفخ متاحة، أبيل دوفخ معناها في الطلبات اللي باش يطلبها هالندوة هذه. الندوة باش يعقدوها نهار 14 و15 ديسمبر الجمعة والسبت الجايين، باش يعقدوها للأسف الشديد ونقولها لهنا وانا محامية، للأسف الشديد باش يعقدوها بمقر صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين اللي تبني بعرق المحامات التونسية. وكي نقولوا عرق المحامات التونسية نقولوا زعماء المحامات التونسية من الزعيم لحبيب بورقيبة إلى بقية رفاقه في المعارك التحرير الوطنية والعمداء اللي تسخر بهم وتفخر بهم تونس، عمداء المحامين. اليوم هذه الهيئة تنخرط في هذه المهزلة متاع هيئة الحقيقة والكرامة، وجلسات الاستماع ريناها تعقدت هوني والندوة الختامية باش تعقدها في هذا المقر، وتحذيرات وأبيل دوفخ وشيء كبير معناها وأموال طائلة سترصد وما نعرفوش قداش القيمة متاعو. هذية حاطين هما آخر أجل 29 نوفمبر، أكيد راي جاتهم العروض وجاتهم الطلبات وصح عليه اللي رسى عليه هذا العرض، وما نعرفوش إن شاء الله يكون في إطار شفافية، لكن هذا يندرج في إطار إهدار المال العام اللي حكينا عليه واللي تقدمنا به في شكاية، لأني ما عنديش الحق توا تتصرف في الأموال خارج الأجل. الاعتصام اللي وعدنا به
نظم منيح طبعا. قدمنا الى وزاره الداخليه بالاعلامات الضروريه، تقدمنا الى والي تونس بطلب استغلال الرصيف لنصب الخيام تبقى القانون، تقدمنا بطلب الى بلديه تونس كيف كيف لاستغلال الرصيف ونصب الخيام، تقدمنا الى منطقه الامن المختصه ترابيا بالموضوع، اعطيناها المكان والزمان وبرنامج الاعتصام، يعني قمنا بكل الاعلامات القانونيه التي يتطلبها القانون التونسي باش تكون التحرك نتاعنا في اطار القانون. اذا ان شاء الله باش يكونوا الدساتره وكل الوطنيين طبعا مفتوح المجال لكل تونسي غيور على بلاده انه باش يقع الاعتصام ان شاء الله نهار الجمعه 14 اكتوبر بدايه من 8 نتاع الصباح امام مقر 14 ديسمبر، قلت سبتمبر اكتوبر 14 ديسمبر، قعدت في مخي اخر تاريخ اللي ولات فيه قراراتها شرعيه وغير شرعيه 14 اكتوبر 2016. اذا الاعتصام باش يكون 14 ديسمبر 2018 بدايه ان شاء الله من 8 نتاع الصباح باش نكونوا موجودين امام المقر نتاع الكبخة بكل ما يتخلل الاعتصام من فقرات ومن صدور مواقف ورفع شعارات ولافتات تندد وترفض كل ما قامت به هذه الهيئه، ترفض عدم الشرعيه، ترفض الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان، ترفض ان هذه الهيئه اصبحت دوله داخل الدوله. ولذلك ولجمله رفض هذايا الكل اخترنا اسم اعتصام الرفض لو غفو باش نقولوا لهم رانا نرفض جمله وتفصيلا ما قمتم به من اعمال، ما ارتكبتموه من تمرد على مؤسسات الدوله، ما اقترفتموه من انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان وخروقات فاضحه لشروط المحاكمه العادله وانتهاكات ومخالفات معناها لا غبار عليها لمقتضيات الاتفاقيات الدوليه اللي تنظم المحاكمات وتنظم مجال حقوق الانسان، ونرفض الجريمه ضد الانسانيه اللي تم ارتكابها في تونس، انه عملوا لهذه الهيئه احاطوها بقانون غير قابل للاختراق، غير قابل للطعن، غير قابل للمناقشه، وغير قابل انك تتظلم فيه حتى لمؤسسه دستوريه اللي هي المحكمه الدستوريه، ولليوم ما عملوهاش المحكمه الدستوريه والانتهاكات قاعده تصير وهما باش يكملوا اعمالهم. اذا اعتصام الرفض سيكون اعتصام حاسم، نقول فيه بصوت عالي كتوانسه نرفض انتهاك السياده الوطنيه، نرفض تحريف تاريخ تونس، نرفض انتهاكات حقوق الانسان وخرق شروط المحاكمه العادله، والقائمه تطول للرفض والقائمه تطول للتجاوزات نتاعهم. ان شاء الله نكونوا ديما قد كلمتنا واللي قلناه لكم الكل واللي تعهدنا به وقرروا الديوان السياسي وقررتوا القياده العليا في اطار ديمقراطي فرحين به احنا داخل الحزب، في اطار مؤسساتي ونقاشات والحمد لله سيذكرها التاريخ اليوم. وبصفتي طبعا ننطق باسم هؤلاء الاطارات الافاضل اللي هما اليوم واقفين للبلاد هذيا باش ما يقعش انتهاك سيادتها وتاريخها وخزينتها وحقوق شعبها. الناس الكل تعرف ان المواطن التونسي مقهور ومظلوم ويشوف قاعد في مقدرته الشرائيه تتدهور، وقاعد يشوف في روحه ماهوش خالد حتى على قوت صغاره، وقاعد يشوف في ميزانيه الدوله مختله توازناتها الماليه، وقاعد يشوف في رهنيه للخارج ليه وللاجيال المقبله، ومن بعد ويراه في الاضرابات ويراه في الاعتصامات ويراه في الاحتقان الاجتماعي الناتج عن الخيارات الاقتصاديه الخاطئه اللي مشاو فيها الناس هذوما بعد 2011، وفي نفس الوقت قاعد يراه في ناس يعني بكل صفاقة وبكل إهمال وبكل تحدي وبكل معناها تجاهل لهالمطالب هذه والمعاناة بتاع الشعب التونسي مازالوا يقفوا ويقولوا ناظلنا ونحبوا تعويضات ونحبوا فلوس، وينعتوا كل من يجي ضدهم يقول لا ينعتوه بكل النعوت البشعة. الناس هذوما معروفين، النظام اللي يدعيوا له والتيار السياسي اللي يمثلوه مش سياسي والتيار المتطرف اللي يمثلوه مبني على اقتسام الغنائم عندما ينتصرون، وطبعا تعاملوا مع تونس بمنطق الغنيمه
وتعاملوا مع تونس بمنطق اقتسام الكعكة، وأودعوا ملفات اللي هي ما نعرف عليها حتى شيء، ليش كون حطها، ليش كون حقق فيها، ليش كون أثبتها، ليش كون حكم فيها، هما الخصم، هما الحكم، والدولة كلها بين أيديهم للأسف الشديد، في ظل صمت مؤسسات الدولة رئاسة الجمهورية، في ظل تواتر رئاسة الحكومة، وفي ظل السياحة الحزبية والضعف الفادح اللي ظهر على الكتل النيابية وعلى الأحزاب اللي الناس عطات فيها ثقتها في وقت ما باش تمثلها، اليوم هاو قاعدين نشوفوا، وحتى اللي حبوا يبدلوا مواقفهم في الساعة 25 انتهى الوقت، ولقاو رواحهم خارج المنظومة، ولقاو رواحهم حتى مقترحاتهم لا تحظى بالموافقة. ولهنا قبل ما نختم ما نزيدش نطول عليكم، هذا إذا كان نعتبره في شيء، راهو نعتبره أنه في 2019 المواطن يلزم يختار الكتلة الصماء. هذه كتلة بعد تتفرق على زوز وثلاثة وأربعة ويجيوا ضد بعضهم في مشاريع قوانين مصيرية، هاكم شفتوا مصير البلاد وين. يلزم الناس تختار الحزب اللي باش يعطيها كتلة منضبطة، كتلة واعية بمشاغل الوطن، كتلة جاية باش تخدم المنظومة الوطنية وترجع لها اعتبارها، ماهيش مجرد إرضاء طموحات شخصية لزيد وعمر، ونلقاو مجموعة من الأفراد يطلعوا على حزب لكن قلوبهم شتى، وفي الأخر في أي عاصفة ومن غير حتى عاصفة في أي مفاوضات تحت الطاولة يبيعوا أحزابهم ويبيعوا انتماءاتهم ويبيعوا مواقفهم، وهاكم تشوفوا فين وصلت البلاد اللي احنا فيه. ملاحظة أخيرة نختم بها، هو أنه اليوم معناها في حركة مفاجئة، فما مساج قاعد يدور على الفيسبوك، لا سوسيتي سيفيل أورغانيز ما نعرفش يظل مسيرة ولا وقفة ولا شنية في شارع بورقيبة يوم 15 ديسمبر. اليوم يظهر لي من حقنا أن نحط برشا نقاط استفهام على مثل هذه التحركات، لأني صارت في مرة أولى كيف عملنا وقفة المسرح في 30 جوان، خرجت اعتصام وما ديما مجهول ومن بعد يعطيونا اكيب، خرجت المره الثانيه في 13 اود وقت اللي الحزب باش يحتفل في المنستير، فجاه لا سوسيتي سيفيل ونمشيو لشارع بورقيبه ومن بعد نشنوا حمله على الحزب الدستوري وعلى رئيس الحزب الدستوري ونتهموهم انهم يحبوا يخدموا وحدهم وانه ما عندهم وين يوصلوا وكذا. صارت مره اخرى 3 نوفمبر وقت اللي برمجنا الوقفه امام مقر هيئه الحقيقه والكرامه، شكون خرج وقال في شارع بورقيبه باش نعملوا حفله وباش نعملوا احتفال بعد العمليه الارهابيه. اليوم فجاه لا سوسيتي سيفيل، شكون لا سوسيتي سيفيل، شكون الناطق باسم لا سوسيتي سيفيل، شكون الجمعيات، شكون هم الناس، شكون ليكيب، شكون قاعد يخدم في الخدمه هذية باش يخلق خلط في ذهن هيكلنا، في ذهن المواطن التونسي، وديما لا تنسيق ولا حد شيء، ويختاروا نفس المواعيد والتواريخ اللي يبدا الحزب الدستوري مبرمج فيها من مده طويله انه يعمل تحرك. لهنا يلزم الناس الكل تفيق، ويلزم تسال من وراء هذه التحركات، والتحركات هذه اذا يثبت شكون وراها ونفرض اني تكون عن حسن نيه، يلزم الناس تفرض انه اللي باش يعمل تحركات ينسق مع الجهات اللي تبدا عندها تحركات سبق اعلانها، باش يكون فما تضافر جهود وباش يكون فما نجاعه في التحركات. لانه ما يخفيش عليكم انه التحركات اللي تجي بهذه الطريقه ومن بعد تفشل ما تلم كان اربع كعبات في كل مكان، راهي تزيد تقوي الخصم وتزيد تقويهم هما، وتقول لهم هاوكم اربع كعبات وما فماش سوسيتي سيفيل في تونس وما فماش احزاب في تونس وما فما كان احنا لو فيزافي نتاع الراي العام الدولي. وهنا تكمن الخطوره. دونك الكل اللي يعيشنا كي يجيونا دي ميساج من هذا النوع نسالوا نقولوا شكونكم وشكون وراكم، وعلاش وقت اللي تعلنوا تحرك ما تعلنوش من نهار الاول؟ ها احنا نقولوا الحزب الدستوري الحر ينظم اعتصام الرفض. انت مثالش خرج قول جمعيه كذا ولا مجموعه جمعيات كذا ولا منظمات كذا راهي تنظم تظاهره معينه، اللي هي علاش هذا هالانونيما هذه من الاول، واللي يجيك في الماسنجر ومن بعد تبدا تتطور ومن بعد كي احنا نتسائلوا يولي فما اسامي. هذا يظل يلزمنا الكلنا كقوى مدنيه، يعني كقوى حدثيه، كقوى وطنيه، يلزمنا نسالوا الاسئله هذه ونحطوا
يعني نوقفوا النزيف هذا، اللي يحب يعمل نشاط طبعا المجال مفتوح، لكن يكون معلن والناس تعرف شكون وراه وشكون منظمه وعلاش في الوقت هذاك بالذات، ولماذا تداخل التواريخ مع التواريخ اللي نظمها الحزب الدستوري الحر اللي تقريبا هو الجهة الوحيدة اليوم السياسية اللي قاعدة تتحرك في كل الاتجاهات للتصدي لما يسمى هيئة الحقيقة والكرامة، وللتصدي لمنظومة ربيع الدمار والخراب. وعليش الناس ما تحطش يديها معانا علنا وتحاول تعمل لما نفغ هذية في السر؟ احنا نقولوا لهم رانا مانيش نحبوا نخدموا وحدنا، ما عندناش حكاية هال اللي يحكيوا فيه هما الانغلاق، لا مش صحيح، احنا مفتوحين وعلى كل المبادرات متاع المجتمع المدني الوطني، مفتوحين على كل المقترحات اللي نجموا يجيبوها شخصيات وطنية، مفتوحين للمشاركة مع أطراف نعرفوهم ويعلنوا هما شكون وشنو برنامجهم وتكون عليهم حتى شبهة وحتى نقطة استفهام. وطبعا ديما ندعو المواطنين التوانسة انهم يلتحقوا بينا ويلتحقوا بركب النضال ويساندوا هذه التحركات اللي الغاية منها انه نسجلوا في تاريخ البلاد انه المدينة ماهيش خالية باش قاموا فيها لذان كما عملوا في 2011 وقعدنا الشعب الكل قاعد يقاسي في تأثيرات الامور اللي هما عملوها. ما زيش نطول عليكم للحديث في بقية، باش تكون عنا طبعا متابعة في كل الجهات للتحرك وللاعتصام المقبل، وبالنسبة للقضايا تونا علموكم يعني تباعا وفي الابان بتطورات اللي تصير فيها، وموعدنا نهار 12 ديسمبر في المحكمة الابتدائية بتونس لنعيد الترافع ونعيد مقارعة الحجة بالحجة، والكلمة الفاصل ستكون للقضاء ويتحمل مسؤوليته التاريخية في ذلك. وان شاء الله سهرة طيبة.